هذا المساء كان عندنا لقاء كقيادات في الحركة الشعبية، مجموعة من القياديين يعني المكتب السياسي مع لجنة الإشراف على الجبهة، جبهة العمل السياسي الأمازيغي، اللي شرفونا بالحضور في المقر، وتم التطرق إلى إمكانية فتح أفق سياسي مشترك للعمل الحزبي المشترك. طبيعة الحال تم التداول في القضايا، في ملف الأمازيغية على المستوى التاريخي، مستوى المنعطفات ديالو على المستوى التشريعي، على مستوى البرلمان، بعض القضايا الخاصة بالتعليم، القضايا الخاصة بالثقافة، بعض الملاحظات اللي قدموها الإخوان في تدبير الملف على مستوى الحزب الحركة الشعبية، واستمعوا لبعض التوضيحات من طرف أيضا من جانب الحركة الشعبية. كان لقاء إيجابي ومثمر، وغادي يتوج بلاغ مشترك سيعمم على الرأي العام الوطني، وأيضا تم الاتفاق على مواصلة اللقاءات مستقبلا لتطوير هذه الشراكة السياسية الجديدة اللي كنرحبوا بها كحركة شعبية، لأننا نعتز بهذا الإخوان وهذا الأطر والكفاءات الجمعوية المنضوية في جبهة العمل السياسي الأمازيغي، اللي تكونت عندها قناعة ديال أنهم يخوضوا غمار العمل الحزبي والسياسي والعمل من داخل المؤسسات. هذا الشيء بطبيعة الحال خدمة للأمازيغية وخدمة قبل ذلك لمصلحة الوطن. الإخوان بطبيعة الحال كانوا إيجابيين، قدموا انتقاداتهم، النقاش صريح واضح والرؤية واضحة، ونتمنى التوفيق في هذا المسار المشترك بطبيعة الحال اللي غيكون كما قلت في صالح الوطن وفي صالح أيضا ملف الأمازيغية اللي كانت تقسمه جميع كل من موقعه. حنا يمكن خديناه من موقع سياسي منذ زمان، وهم الآن آمنوا بأن المقاربة السياسية ضرورية والعمل السياسي ضروري من داخل تحت سقف المؤسسات. إذا هناك أفق واضح سنشتغل لبلورته وتعزيزه من أجل نتائج أكبر ونتائج مثمرة للطرفين. وطبعا الحال لا بد بعد المناسبة أن نشكر الإخوان اللي جاوا في اللجنة المشرفة على جبهة العمل السياسي الأمازيغي على الوضوح ديالهم، على النضج الفكري اللي عبروا عليه السياسي، وكلنا أمل أن ننجح في هذا العمل التشاركي كما قلت لي صالح هذا الملف، هذه القضية الوطنية التي نعتز بالدفاع عنها منذ عقود، وأيضا سواء على المستوى الجمعوي أو على المستوى الحزبي.